بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبارك الله على الناس العزاز، تبارك الله على الناس العزاز، الغزلان والمنورين والنوارد جبال الفنيونين. وأخيرا 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 حرك بالعود. على بركة الله، اللهم يسر ولا تعسي، أحسن خليع في العالم بعد انتظار طويل منكم، وأخيرا أوجد لكم، وجدنا لكم الخليع. الخليع اللي كيبغي الصغير والكبير، الخليع هو الحلم ديال محمد. بطبيعة الحال أنا من ضمن من عشاق الخليع، أعز حاجة عندي هي الخليع، وداك الشيء علاش دابا إن شاء الله نتخصصوا فيه لسخر مويان الكليم. المهم خليكم معنا، الناس اللي مهتمين خليكم معنا حتى لآخر الفيديو باش تشوفوا الطريقة ديال هادشي كيفاش تصايب خطوة بخطوة، غتشوفوا كل شيء إن شاء الله، وداك الشيء تخدم من الصغر وربي الحبيب. وكل شيء اللي يبغى شي حاجه في هذا الشيء هذا كامل، مرحبا الف مرحبا. ها انتم كاينه العسل ما شاء الله تبارك الله، تبارك الله. شوفوا العسل الحره هذه، حره احسن ما كاين واروع ما كاين. الدواء اللي خصها تكون في اي بيت مغربي من طبيعه الحال ما شاء الله. دابا عاد فريد الناس غنا الخليع المشاهدين، غزال طبيعي كما شفتوا، والله يعجبكم اكيد غيعجبكم، والله الا بغى يعجبكم كيبقى يالي لاباس عليكم. الحمد لله حيكم على خير وبخير. هذا عاوتاني املوا خيتو العزيزه ما شاء الله تبارك الله، املوا احسن، املوا الغني عن التعريف، اروع جوده. ها هو كاع اللي داقوا املو ديالنا، طلبوا 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 عاودوا طلبوا. المكونات ديال ديال املو ثلاثه: اللوز مهرمش، العسل ديال الكاليبتوس الحر، وكذلك أركان اللي هو بيت القصيد. يا سلام، جميع المنتوجات غتلقاوهم عندنا. هانتوما ما شاء الله تعالى علوانه الرائعه والجميله والمتميزه ما شاء الله تبارك الله. كذلك سمينه بلديه عائشه اللي بغاها، مرحبا. اسم الحار يعني الطيابات الكويزينيات، هذا هو اسم الحار الجبلي الاصيلي، شي حاجه اللي هي الطب طبيعي الحال، كل ما هو طبيعي. الحريره مقلط معاها من الورد، الريحه الوريده، الوريده الزعفران الحر حتى هو ديالتي، هذا الزعفران الحر ديال المنطقه ديال تيليوين، كنديروا التبادل التجاري انا وواحد السيد. الزويته هذه الزويته الحاره، هذا الزيت البلدي، الزيت البلديه مخلطه مع الحار، يعني مطحون مخمر ومطحون، الحار البلدي من طبيعه الحال السودانيه البلديه. هذه عائشه كيديروها في اللوبيه في العدس، كلشي في عوض ما دير الحار ودير عشاق الحار، عوض ما غدير الحار غتخدمي بالزيت، وكيجي الطياب هائل، وحيت زيت العود كيجي كيطلع داك الشيء واعر. سلام. المهم قبل ما يكملوا الفيديو لا تسويده، قبل ما يكملوا الفيديو ها هي الكرموس، شي حاجه طوب احسن جوده. بغيتوا تبرعوا مع وليداتكم في رمضان، امنوا العسل الليمون محمد مصير ديالنا من طبيعه الحال راه هو طبيعي. غتشوفوا في الفيديو ان شاء الله كيفاش صوبناه حتى هويا، صوبناه دابا عاد صوبناه كلشي صوبناه. المشاهدين وجيت الخبيه على حقه وتري باش نصاوب لكم الخليع، ونتمنى من الله يعجبكم، تقلتوا على الكانون اكيد اكيد على حقي. والزعتر ديال تاونات، الزعتر ديال منطقه تاونات غني عن التعريف، كاين الزعتر كاين فليو كاين الاعشاب ديال اتاي اللي هما هادو مخلطين. مرحبا، هادشي كامل الا بغيتوه داخل ارض الوطن داخل المغرب يوصلكم حتى لباب داركم، التوصيل حتى للدار، وكذلك حتى خارج ارض الوطن، فرنسا اسبانيا بلجيكا والمانيا وهولندا. ايطاليا حاليا ما كايناش، هاد الدول كاملين مرحبا الف مرحبا. ها هو زيتون الكحل، زيتون الكحل ما شاء الله حتى هو مخلع، شي حاجه يا سلام. بالزيت البلديه، الزيت البلديه الاصيل ديالنا، بدون صودا بدون والله الا تغبغ بالفرحه وحزازي علينا على الراس العين، ياكلوا ان شاء الله باذن الله تعالى. المهم قبل ما نكملوا هذا الفيديو خليكم كيفاش داز هذا الشيء كامل وكيفاش تصيب، ونرجعوا لكم ان شاء الله. سلام على رسول الله، الى الى سيدنا محمد، والله مع الجلال العالي. صباحكم مبروك، صباح الخير والبركه والسرور والفرح والسعاده، ياك الهلال الغاليه. كي صبحتي؟ الحمد لله. كيف صبحتوا المشاهدين ديالنا؟ كيف عملتوا؟ وليداتكم لاباس؟ احبابكم لاباس؟ الحمد لله نحبكم على خير وبخير، وبقاو معنا ان شاء الله، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله. لا يا شي كيف بقيتي بخير؟ الناس العزاز كدرتوا لاباس عليكم بخير، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى حاجه ان شاء الله، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اكيد 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 هذا الفيديو يعجبكم ان شاء الله، وغيكون ممتع مع لاله الغاليه العزيزه ان شاء الله باذن الله. هذه الطبيعه الجميله والرائعه والمكان الرائع في الباديه في اقليم تاونات، لاله الغاليه للاسف الشديد ما كايناش، عرس ترى كدوز الامتحانات، دعواتكم معها بالتوفيق، خليوا لي هذه الدعوات ديال الخير يا ربي العالمين.
العالمين غيزلان تحيه ليا من هذا لا فيديو. دابا اليوم ان شاء الله باذن الله تعالى يا رب العالمين لاله الغاليه وعرس تصبحوا حاد كاين بنت صبحوا حاد كاين غادي يصايبوا لنا الخليع. الخليع اكيد راه شافوه معنا يا عائشه كما شفتوا معنا المشاهدين العزاز لا فيديو اللي فات كنا شرمناه وبيتنا ليله كامل مرقد ونشرح مدة أسبوع تقريبا ومن الحظ ديالنا أننا سيمانة كاملة جات تشميشة عطينا تقريبا أكثر من 10 أيام دابا هو كيتشمش باش ياخذ ليالو الكافي وتبارك الله راه تشمش وطلع رجع أييه ما شاء الله تبارك الله يبس على حقه وطريقه وعندنا بعناية هذا الخليع بكري البلدي ديال إقليم تاونات على حقه وطريقه ديال البقري كيبقى نهار كامل في العشية كندخلوه واخا كي داك الشيء فيه تبرزيط ولكن الحمد لله يعني باش نخدموا داك الشيء من الصادق والقلب كندخلوه كل عشية والصباح كنشروه عاوتاني بواحد الخاطر وبواحد الحب لله حنا شمش هذاك الشيء اللي كاين لالا الغالية هذا الخليع باينة غادي يطلع على حقه وطريقه ياك منهم الله يخدم ويجي مزيان عتبلو شي ياكلو داكشي اللي كاين هنا عندنا خلاص الشحمره مطحونه على حقها وطريقها وهنا الخليع في الزكتي ياك في الزكتي ساعدني في الطياب باش يطيب دغيا هذا غير شونتيو انا كنوريكم اما الاخر راه كيطيب راه عندنا كميه كثيره تبارك الله هادشي اللي كاين هذا غير شونتيو حتى هنايا ها هو عاوتاني شي حاجه على ما نزيدو عليه ان شاء الله باذن الله وتسخن الطنجره مزيان ايوا يبدا كيطيب ونبداو نحركو ونرجعو معكم اكيد غتشوفوا مرحله مرحله ان شاء الله على بركه الله اللهم يسر ولا تعسر على الخليع ديالنا تبارك الله ما شاء الله دابا دابا تقريبا واحد 30 دقيقه هو كيغلى يعني القديد مع الماء دابا غنديروا ليه الشحمه هو كل واحد وطريقته انا درتو كاين اللي كيدير الشحمه في الاول مع هاد الشحمه والماء وما ولا كل واحد وكيفاش ولكن احسن طريقه اكتشفناها حنا أيوه. من خلال تجربتنا هي هادي يعني طيب في الماء شي شويه عاد كدير له عاد كنديروا الشحمه على بركه احسن خليع في العالم احسن خليع واحسن قديد في العالم دخان في العالم وياه يا سلام ما شاء الله تبارك الله اللهم زيد وبارك يا رب العالمين ومن بعد ما كيغلي مزيان نديروا له الشحمه يعني كل واحد والطريقه ديالو كل واحد اذا قلت بلديه راك بلديه ها هي هذه طريقه تبارك الله بزاف ما عنديش باش ندير المغرب صوبنا عاود جديد والزيت من داك الشرك اللي جرناه ايوا عايش حرك بالعود لا يعطيك الصحة وخلاص باش يكون الشغل على حقه وطريقه ديك الشيء اللي كاين ها انتوما ما شاء الله تبارك الله ها هو بدا كيتفصل العظم على اللحم ما شاء الله الشحمه راه بانت فيه مزيان الماء راه بدا كينشف منه ايوا درنا له الزويته البلديه ما كنديروش له سيو حنايا غير الزويته البلديه هانتوما ما شاء الله ما شاء الله اللهم زيد وبارك يا رب العالمين اللهم زيد وبارك يعني بدون لو سيو ولا شي حاجه كلشي كيبقى طبيعي كيتبقى طبيعي على حقه وطريقه حتى شي حاجه ما فيه شي حاجه ماده حافظه ولا ما شابه ذلك ما شاء الله اللهم زيد وبارك واخيرا الخليع ديالنا راه بدا كيوجد هيا هنايا شي كتجبدوا ما يوجد هيا هاد العشيه دابا كيقطر غير اختي هذا الكسكس ديال التراب حتى هو انتم كلشي تبارك الله ديال التراب لحقو طريقو ها هو روحي اللي خليته في الخليع ديالنا طايب ما شاء الله تبارك الله انا خليته في الزيت بزاف بغا يكرم داكشي علاش غنحيدو يسقطر ونخلي هاد الشحمه انها تقلى واحد شويه واحد 5 دقائق وصافي غنحيدو من بعد ما درنا له الزيت ما وريناهمش حق الزيت زيت البلديه درنا له غير البلديه ما درناش لو سيور كاين اللي كيدير له شويه لو سيور شويه البلديه حنا درنا له فقط البلديه والبلديه الجديده حلوه يا سلام روعه حيت حنا اصلا عندنا الخير موجود ديال الزيت تبارك الله دابا عاد درنا زيت العود 5 دقائق غلا وحيدنا باش زيت العود كتبقى لي هذيك الفايده ديالها يعني ما تمام حتى طاب عاد درنا زيت العود ما شاء الله اللهم زيد وبارك يا رب العالمين او مرحبا الف مليون مرحبا تبقاو معنا على ما تشوفونا كنديروه في لومبالاج ان شاء الله تعالى يا رب العالمين واخيرا الخليع ديالنا وجد تبارك الله ما شاء الله تبارك الله عليك اختي العزيزه او ما شاء الله دابا راه درناه في لومبالاج ثم ما شاء الله اللهم زيد وبارك يا رب العالمين
الله يسخر الله يسخر الله يسخر الله يسخر ودعواتكم ومرحبا الف مرحبا احسن اروع خليع هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني القرعه تبارك الله عامره هانتوما ما شاء الله عامره عامره جديد يعني ماشي غير الشحمه جوج صيفات وتقريبا راه جايه نص كيلو في القرعه اه تبارك الله هانتوما ما شاء الله راه الخير الله يلا ما شاء الله اللهم زيد وبارك. المهم كاينه القرعه ديال نص كيلو وكاينه القرعه ديال الكيلو يعني اللي بغى يجرب ويذوق هالنص كيلو واللي عارف ومتاكد وديجا خدم عندنا الخليع الكيلو ومرحبا الف مرحبا والتهلو ما شاء الله حيت انا براسي شحال هذه كنت كنشري الخليع كنلقى القرعه ديالو فيها 4 5 ديال الشنتوفات هذه تبارك الله انتم كتشوفوا راه باين كلشي القرعه كلها خليع ما شاء الله اللهم زيد وبارك. واللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا. ما كاينش الشحمه كاين الشحمه اه طبيعه الحال دابا هادشي كله ديال اللحم ما كاينش الشحمه آه انتم تبارك الله اللهم زيد وبارك يا سلام كاينش الطريفات ديال الشحمه راه كلشي باين اختي كلشي باين اللهم زيد وبارك انتم الخيرات ما شاء الله الخيرات اللهم زيد وبارك. وشكرا بزاف اللي داز منها هذا الخليع ومرحبا الف مرحبا. هذا هو رقم الهاتف اللي بغاه توصيل داخل وخارج ارض الوطن يوصلكم ان شاء الله باذن الله حتى لداركم ومرحبا الف مليون مرحبا. هو تبارك الله ما شاء الله بدا كيجمد اللهم زيد وبارك. احنا ما نسدوش عليه هذه العشيه نخليوه عيبات هذه العشيه بطبيعه الحال درنا عليه هذا البابي باش ما يقيسوا على دبان لا حتى شي حاجه وكيف ما كتشوفوا راه بدا كيجبد تبارك الله اللهم زيد وبارك يا رب العالمين والله يسخر فيه ان شاء الله. ها هو تبارك الله ما شاء الله احسن خليع احسن واروع خليع غتاكلوه في حياتك عتي يا سلام صنع بحب انها السعاده يا سلام. بزاف ديال الاخوان يوصوني على الحامض مسير ايوا غاد النهار غادي نصايب لكم الحامض مسير ان شاء الله باذن الله طويصات لان بزاف ديال الناس كيبغيو يجربوا ويتيستيو حنا هكا كنخدموا ديال الخدمه ديالي هنايا تيستي من عندي عاد خد عاد خد كونتيكي. ها هو تبارك الله البلدي احسن ما كاين اللهم زيد وبارك يا رب العالمين. عرفتي فاش كتجنيها تبارك الله واحد الريحه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم زيد وبارك يا رب العالمين الله يسخر لينا في هذا الخير هذه البركه ما شاء الله هانتوما الخير تبارك الله خير الخيرات ما شاء الله. دابا خصني نخفف منا هذا اللي يهبط عليها تقيل باش ما يبقاش ياثر عليها تبارك الله. شوفوا الحبه كي دايره شوفوا الحبه ما شاء الله الحبه 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 يا سلام اللهم زيد وبارك يا رب العالمين خيرات مولانا الكريم هانتوما حيدو هكا ما شاء الله اللي متقال كامل الحيله ان شاء الله باذن الله. ومن بعد ان شاء الله ما غنغسلوه مزيان لان خصو يتغسل طويه اي قطار غادي نديرو الملحه البلديه هي الملحه البلديه وكذلك الزعتر ومن الفوق غادي نقطرو بالزويته البلديه بطبيعه الحال. هانتوما ما شاء الله القرعه كله ما نعمرهم اللي بغى شي حاجه مرحبا والف مليون مرحبا. احنا رجعنا لكم رجعنا بغيت نوضح واحد القضيه وغتوضحها خيتو هي العسل 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 بلديه ديال الاعشاب يعني جميع راعيه يعني راعيه كلشي فاش كنقول الاعشاب راعيه كلشي هاد الليمونه فاش كتزهر راعيها هاد الورده اسمح لي اختي فاش كتزهر راعيها هادي فاش كتزهر راعيها هاد النور ها هو النحل كيرعاه النور يعني كلشي جلبانه كلشي طبيعي كلشي طبيعي يعني فاش كتنور الكرموس يعني جامعه كلشي داكشي علاش كتكون الناس اللي كيشريو مثلا كيشريو عسل ديال الدغموس وبالهم مع عسل اخرى كيشريو عسل ديال الحامض وبالهم مع هنا غتلقاو كلشي مجموع هنا غتلقاو الفيتامينين غتلقاو الفوائد ديال العسل كاملين مجموعين هنايا يا سلام مزهور كلشي منور يرعاوها الحاجه طبيعيه والحاجه بلديه حتى حاجه ما كاينه قبيحه ونتمنى والله يعجبكم هادشي هذاك الشيء اللي كاين المهم العسل هذه مده 3 ايام حنا والله العلي العظيم الى مده 3 ايام تبارك الله كاينه شات ما شاء الله ها هو العسل موجود الكميه اللي بغيتو الخير موجود ما شاء الله تبارك الله طبيعه الحال الثمن روعه وما كاين ما تلقاوش ما تلقاوش شي بلاصه اخرى بتاتا هاد الثمن ديالنا وليه لي حشمنا ومرحبا الكرموس تاهي كذلك ديال اقليم تاونات ما شاء الله تبارك الله اكريش عائشه اكريش ما قلنا لهمش اكريش حيت كاين الخليع وكاين اكريش
ما شاء الله اجريش يا سلام. شي حاجه مخدومه عن حب، مخدومه بسعاده، مخدومه على حقها وطريقها. الزعفران ديالنا كنديروا التبادل الحر، هادشي كامل ديالنا ديال الاقليم تاعنا المنطقه ديالنا، الا الزعفران ديال الاقليم تيليوين. ندير واحد البلاصه واحد السيد كنعطيه شي حوايج ديالنا عندنا متوفرين وكيعطينا الزعفران الحر اللي خاصو يكون في جميع الاكلات المغربيه. بطبيعه الحال كذلك هو الزيت الحاره، هادشي كامل اللي كتشوفوا هذيك كضربوا عصفورين بحجر عاود ما ديروا الحار وديروا زيت العود كتجمعوهم بجوج. الوالده كتقول لكم العشوب من الصبايا، كتقول لكم العشوب، كتصايب القهوه كدير ليها الزعتر والعشوب، كدير اتاي كدير الزعتر والعشوب. بالنسبه للعشوب اللي عندنا كاين الزعتر كاين فليو كاين اعشاب ديال اتاي، ها هادو هما الانواع حاليا اللي عندنا. وفاش يكونوا الاعشاب ان شاء الله باذن الله نقولوها لكم. اللي بغى شي حاجه مرحبا في مليون مرحبا. نقطة نوضحها حيت الناس ما كيعرفوش شنو يشريو. شوف القراعي حنا عندنا عامرين بأجريش يعني اللي دام درناه من الفوق شي شويه وصافي عامرين تبارك الله والله الا. وزيت العود ما درنا زيت بالشغل بالنيه ولادي، الشغل بالنيه كما قالت الوالده. بغيت نوضح لكم واحد القضيه ولادي، الا قلتوا الحاجه قولوها عرفوا من قلتوا من طبيعه الحال. وربي ولادي هادشي اللي كنشوفو. المهم تاخذوا الخليع سوا خديتو من عندنا سوا خديتو من شي بلاصه اخرى، ركزوا على شي واحد اللي كيخدموا بيدو وكيصايب النقع، لان حنا خدمنا الصراحه فيه تماره. واللي ما كيخافش الله واللي خصو غير يبيع راه ما كاين لك غير بزبز صراحه والله العظيم. بدون زيت اليوسيور ديك الشروميه لا ما درنا زيت بالجديده، كنحرم ولادي الا كله. راه اصلا شفتوه في الفيديو زيت بلديه جديده على حق وطريقه. وبالنسبه للبقري اللي والشحمه راهم ديال تاونا ديال المنطقه تاعنا، اي يعني بقري بلدي على حق وطريقه صراحه ما كاين لا علف لا والو. ياسر المهم هادشي كامل للطلب على الواتساب، ها هو الواتساب كيف ما كتشوفوا. مرحبا الف مرحبا، هادشي يوصلكم حتى لباب داركم. ومرحبا الف مرحبا شمنا، وشكرا لكم من القلب. شكرا لكم بزاف، سلام عليكم وكل شيء كان شيء بالصحه والراحه ويستاهل لكم. انا تغبت على حق وطريقه اللي كانوا انا ولادي. برافو عليك، تحياتي. سبحانه وقبلوا علينا، الله يلاقينا جميعا. اللهم امين يا رب العالمين.